دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف. صباح الخير حضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بك. نتكلم النهارده كمان عن افتتاح 5 مساجد بمناسبة الاحتفالية المختلفة. محافظة جنوب سيناء في افتتاح من حضراتكم، وحضرتك الدكتور محمد مختار جمعة قادم من القاهرة عشان يفتتح هذه المساجد. خطبة الجمعة الموجهة لأهالينا في محافظة جنوب سيناء لابد من أن تكون خطبة مختلفة. أبدأ وأصبح على حضرتك دكتور محمد مختار جمعة، ورؤية حضرتك حول افتتاح مساجد ووجود وزيادة لعدد المساجد الموجودة هنا في محافظة جنوب سيناء. هو الحقيقة يمكن وحضرتك أشارت في المقدمة إلى الخطاب الديني الصحيح. خطاب الدين الصحيح هو فن صناعة الحياة وضبط حركتها في الاتجاه الصحيح. أمس عندما استمعنا إلى مجموعة من أبنائنا من أبناء محافظة جنوب سيناء في أعمار سنية صغيرة جدا، وجدنا بعدا ثقافيا وتربية صحيحة. هذه التربية قلنا يقف خلفها الأسرة، يقف خلفها المدرسة، يقف خلفها المسجد، لأن ده كله بيجمع على حب الوطن والانتماء الوطني وقوة الانتماء، وإنسان مثقف يعني إنسان جيد فاهم، لا يباع ولا يشترى ولا يمكن أن ينجر في الاتجاه الخاطئ. الحقيقة طبعا عمارة الكون متعددة، المساجد جزء من عمارة الكون وبناء الحضارات. ويمكن الحقيقة أنا هنا بحب أؤكد على نقطة مهمة جدا في المكان اللي احنا فيه، ولما يكون الإنسان في مكان لابد يضع عينه عليه. الأديان فن عمارة الكون، فن صناعة الحضارة. هنا الحقيقة بنلاحظ كذا عبق الحضارة المصرية بكل معانيها. الجغرافيا أظن حضرتك وكل المشاهدين والصور خير شاهد في موضع جغرافي رائع بكل ما تعنيه الكلمة، سياحيا وشاطئيا وطبيعيا. من النادر أن تلاقي مكان بهذه الطريقة الطبيعة الخلابة العبقرية اللي هي صنع الله سبحانه وتعالى ومنته على هذه صنع الله الذي أتقن كل شيء. إضافة حاجة تانية بقى، ليس هذا فقط، انتهينا على التقاء بعدد من أشخاص قائنا على بعد كيلومترات تجدي حدود المملكة العربية السعودية، حدود المملكة الأردنية الهاشمية. فما حب الله بمصر من موقع جغرافي شديد التميز، إن ملتقى قارات العالم وملتقى دول العالم وبوابة أفريقيا وفي قلب الأمة العربية وفي قلب العالم الإسلامي. مع ذلك التاريخ احنا هنا دي بقى على بعد أيضا أمطار وليس كيلوات. قلعة بناها صلاح الدين في قلب خليج العقبة هنا، وكان الهدف منها تأمين طريق الحج والقضاء على اللصوص. وده دور مصر الريادي في خدمة خدمة الإنسانية وخدمة الدين، خدمة الحجاج الذين يأتون من كل جوانب، كانوا يأتون من كثير من البلدان يأتون عبر هنا للحج. وكصلاح الدين لما كان اللصوص يقطعون الطريق بين هذه القلعة المتقدمة لتأمين طريق الحج، وهي تحتاج أن يسلط عليها الضوء لأن في موقع شديد التميز. وتأكيد على أن الجندي المصري وأهل مصر دايما في رباط زي النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى يوم القيامة. أهم نقطة بختم بيها الإنسان المستقبل. حقيقة أيضا هنا يمكن بنجد طبيعة الإنسان البدوي وطبيعة الإنسان اللي بيعيش هنا شامخ شموخ هذه الجبال، بنجد المروءة ونجد الكرم. والحقيقة يعني أسعدني أكثر ما أسعدني بقى التنمية الثقافية، لأن الحقيقة عندما نجد هذه النماذج في قلب المناطق الجبلية والبدوية ده يؤكد أن المستقبل لمصر كبير بإذن الله تعالى. من الأشعار الرائعة واهتمام جدا بالجانب الفني واهتمام جدا بتنمية الثقافة، بناء الإنسان جزء لا يتجزأ من صحيح. الشخصية المصرية. التنمية فندم جزء لا يتجزأ من مكافحة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف، ودي جهود في الحقيقة مبذولة يعني في احتذاء ما بين التنمية والتطوير وأيضا مكافحة الإرهاب والتطرف واستقطاب الفكري لبعض الشباب. رؤية حضراتكم والجهود المبذولة أيضا من وزارة الأوقاف لمحاربة الأفكار المتطرفة والعمل على زيادة التنمية والوعي والثقافة للمواطنين. الحقيقة هنا بالتنسيق مع السيد المحافظ الموضوع لا يقف عند حدود بناء المسجد فقط، وإنما أهم منه إحنا زي ما قلنا المسجد مبنى ومعنى، والمبنى وسيلة للمعنى. إحنا أول مركز للثقافة الإسلامية باللغات الأجنبية بدأ هنا في جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ، لنؤكد إنها مدينة شاملة. ويمكن جنوب سيناء فقط لا تقف عند السياحة الشاطئية أو السياحة الطبيعية، وإنما أيضا السياحة الدينية، لأن فيها طبعا سانت كاترين، فيها الوادي المقدس، فيها جبل الطور، فيها
معالم دينيه، وده يدينا اعطانا اهتمام بالغ. والحقيقه احنا دلوقتي بدانا ننظم حاجات، فقط لا نقف عند افتتاح المساجد، وانما بنحاول في كل مسجد كبير نعمل مدرسه قرانيه تحفظ ابنائنا في جنوب سيناء القران على ايدي ناس لا يبتغون الا وجه الله، لا يريدون تجنيد الاولاد لتختطفهم ايدي التطرف. بدانا نفتح مدارس علميه وفيها شباب الائمه، بنعمل قوافل اسبوعيه داخل الجبال وداخل الوديان. صحيح. اضافه طبعا مهم جدا. عملنا هنا مسابقه عالميه للقران الكريم، جا كل ابناء العالم من كل دول العالم، وعملنا مسابقه هنا في جنوب سيناء. في عدد من المسابقات سواء الدينيه او الثقافيه او القرانيه، وبنسقها برعايه السيد والمحافظ والحق بيكرم الاولاد، وده اللي اصبح هؤلاء الاولاد زي ما قلت دول وراهم ثقافه. فبتتكامل هنا دور الاوقاف مع دور التربيه والتعليم، وان شاء الله بقى بافتتاح الجامعه تنتقل جنوب سيناء نقله كبيره، التنميه الشامله وبناء الانسان قبل كل شيء، لان هو اللي بيحمي التنميه هو اللي بيحافظ عليها. اكيد اكيد طبعا. اروح لحضرتك سياده الوزير دكتور محمد عبد الله، بشكرك اكيد دكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، وكل التوفيق لحضرتك في الخطاب الديني المعتدل، والا اكيد جزء كبير جدا وعاتق كبير لبناء الانسان المصري. شكرا جزيلا لحضرتك.